السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. أحبابنا في الله، إذا فرض الصيام ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا علينا أن نلتزم؟ هناك فرائض وهناك سنن. أما الفرائض فهي تبييت النية، ولكن قبل ذلك نبدأ بالسنن. أن الإنسان عليه حينما يقترب رمضان يجدد التوبة، يجدد التوبة، يقول يا ربي ربما هذا رمضان آخر رمضان أعيش في عمري، قد يكون آخر رمضان، فعلي أن أتوب إلى الله توبة نصوحة وأن ألج إلى هذا الشهر بقوة وإرادة ونية خالصة. ثم حينما تأتي ليلة رمضان أغتسل غسل التوبة، أغتسل غسل التوبة، أطلب من الله تعالى المغفرة، وأطلب من الله تعالى أن يتجاوز عني السيئات. ثم لما نسمع في وسائل الإعلام أنه قد ثبتت رؤية رمضان ثبوتا شرعيا، وسوف يبت إن شاء الله تعالى هذا الخبر السعيد في مختلف وسائل الإعلام المغربية، آنذاك نعزم على الصيام. أول شيء نقوم به وهو أننا نقر بالنية. ما هي النية؟ النية محلها القلب، لأن كل الأعمال مبدأها بالنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نقر بالنية. النية لا يشترط فيها النطق باللسان، يكفي أن يكون ذلك بالقلب، لكن ينبغي أن يكون قبل الفجر، قبل فجر صيام أول يوم نبيت النية في قلوبنا. ولا يشترط أننا نجدد النية كل يوم طيلة شهر رمضان، فقط نية واحدة، أقول سأصوم 30 يوما طيلة شهر رمضان، وبالتالي تكون النية إن شاء الله تعالى صادقة. أما بالنسبة للمرأة الحائض أو النفساء إذا كانت حائضا، فإذا انقطع عنها الدم ليلة الصيام قبل طلوع الفجر عليها أن تغتسل وتتطيب وتنوي الصيام إذا انقطع حيضها أو نفاسها قبل طلوع الفجر. وهذه النية إجبارية في تبييتها قبل الفجر في الفرائض. أما في النفل، صيام النفل ليس فيه نية قبل، لا يشترط فيها، كأن يكون الإنسان استيقظ صباحا ولم يجد طعاما وأراد أن يصوم ولم يفطر، فليقول نويت الصيام حتى ولو وقت الضحى، فالصيام صحيح، لأنه النية ينبغي اشتراطها قبل الفجر في الفرض دون النفل. هذا الصيام يكون بالنية أولا. والأمر الثاني من فرائضه هو الإمساك. الإمساك عن ماذا؟ عن الطعام، عن الشراب، وعن الجماع، وهذا يكون طيلة اليوم، وأتم الصيام إلى الليل. الإمساك عن الطعام يعني كل ما يدخل من الفم، كل ما يدخل من الجوف، لأن البعض قد يقول قد يتسرب إليه غبار، أو هناك بعض الناس يقومون بغربلة الدقيق فيتسرب لهم شيء من ذلك، لا لا لا، لا حرج، هذا لا حرج، لا يفطر. أو كأن إنسان مريض ويستعمل بعض الأدوية، إذا كان يستعمل القطرة إذا كانت في الأذن وإذا كانت في الأنف فإنها مفطرة، لأن هناك ارتباط بالملعوم. وإذا كانت القطرة في العين فهي غير مفطرة، لأنها غير مرتبطة بالحنجرة. وإن كان بعض العلماء قالوا بأن هذه القطرة سواء في العين أو الأنف أو الأذن كلها لا تفطر، لأن ليست شرابا. العبد والمؤمن لا يشتهي أن يأكل قطرة في الأذن أو الأنف، أو هي دواء، مجرد دواء. لكن من باب التحرز، دع ما يريبك إلا ما يريبك، علينا أن لا نستعمل هذه الأدوية إلا بعد
الأذان أذان المغرب. كذلك في الطعام والشراب في حكمه المضمضة، هناك من يتمضمض وقد يتسرب إليه شيء في جوفه فلا حرج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر بن الخطاب، قال له وإذا تمضمضت فبالغ في الاستنشاق والمضمضة ما لم تكن صائمة. كان يعلمه الوضوء، قال له بالغ في المضمضة والاستنشاق كل صلاة إلا أن تكون صائمة. مفهوم الحديث أنه عند الصيام لنا أن نستنشق ونتمضمض لكن دون أن نبالغ، دون أن نبالغ، وهو أمر مباح. كذلك أيها الأحباب الكرام، في معنى الطعام والشراب، الإنسان قد يقع له قيء، أكل طعام شديد عنده مرض في المعدة يتقيأ، فهل هذا يبطل صيامه؟ لا، إذا كان مرغما على ذلك فلا بأس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درأه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليعد ذلك اليوم. من استقاء يعني تعمد، أدخل أصبعه في فمه وتقيأ، فهذا عمد وهذا عليه مدى، عليه أن يعيد ذلك، فسد صومه. أما إذا غلبه بقوة فلا شيء عليه. فمعنى الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. الجماع العلاقة الزوجية ممنوع، العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته لا ينبغي أن تكون. والبعض يسأل عن القبلة مثلا أو الملامسة، النبي الكريم كان يفعل ذلك، أمنا عائشة قالت كان يقبل ويلامس في نهار رمضان لكنه كان أملك لإربه، أملك لإربه. وفي الحديث أنه جاء شيخ وقال أقبل زوجتي في نهار رمضان، قال قبل ولا حرج. ثم بعد ذلك جاء شاب قال أقبل زوجتي في نهار رمضان، قال لا تقبل. فقالوا بأن الفرق بين هذا شيخ كبير لم يعد عنده عنفوان في الطاقة فأباح له أنه يفعل ذلك، لكن الرجل الثاني شاب لا زال قوي ولا زال يتدفق حيوية، فإذا ما قبل قد يقع في المحظور ويقع في المحرم. والرأي الصائب عند العلماء أن الإنسان في رمضان أنه لا يقبل ولا يلامس زوجته إلا في حدود ضيقة جدا مخافة أن يتطور الأمر ويقع في المحظور. كذلك بعض الشباب المراهقين يقع لهم مشكل في رمضان، وهو أنه قد يخرج منه الماء، ماء الرجل، ماء المني قد يخرج من الرجل وهو صائم. يقع للشباب المراهقين عنده 16 سنة 18 سنة 20 سنة وما جاورها قد يقع له. فإذا وقع بالنظر، نظر إلى صورة معينة أو وقع له بالفكر، هناك من تهجم عليه أفكار دون إرادة منه، بالنظر قد يكون في الشارع العام، وبعض النساء غفر الله لنا ولهن أنهن لا يحترمن حرمات رمضان ويلبسن لباسا مكشوفا أو يبين محاسنهن، فهناك شباب عندهم قوة عنفوان فبالنظر قد يخرج منه الماء. ومنهم من بالتفكر في بيته ينام ومسترخي وتهجم عليه صور ذهنية فيخرج منه الماء. العلماء قالوا إذا خرج منه الماء لا حرج عليه فصيامه صحيح، لأنه لم يكن عمدا وإنما كان بالإكراه، فصيامه صحيح، يغتسل يتوضأ ويتم صومه ولا قضاء عليه. أما إذا باشر ذلك مثلا كأنه استعمل يده أو ما يسمى بالاستمناء غيره، فهذا صيامه قد فسد ويترتب عليه القضاء بل والكفارة والعياذ بالله. فعلينا أن نعلم أيها الأحباب الكرام بأن الصيام يكون بالإمساك عن شهوتي البطن والفرجي، البطن وما حوى من طعام وشراب، والفرج يعني كل ما يتعلق بذكر أو أنثى. فهذا هو الأحكام الشرعية المرتبطة بالصيام، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لأدائها على الوجه الذي يرضيه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.